بالنسبة للفنانة نوال في هالمضمار ليش تجارب كبيرة وكثيرة في الغناء الوطني الغناء الجميل، تكلمينا عن هالتجارب الحلوة؟ الأغنية الوطنية أنا أعتبرها يعني مو بس واجب، إن هذا حس داخلي. نعم. يعني حب الوطن تنولدين فيه، هذا حب فطري يعني بالفطرة، بالتالي غصبا عليك لازم تطلعين هذه المشاعر. إحنا شلون نطلع اللي داخلنا؟ بالغنى. فأتصور من أهم الأغاني الأغاني الوطنية. Duh!